السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدينا الأحبة الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لمسابقة معارف التراث. هذه المسابقة الرمضانية الفرقية التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، والتي يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية المشاركة معنا في هذه المسابقة. اليوم مباراة حاسمة ما بين كل من فريق جامعة الكفيل وفريق جامعة الكوفة. كل الترحاب بشبابنا من كلا الجامعتين، محمد ومنتظر ومحمد حياكم الله، وكذلك ليث وحسين وعلي، أهلا وسهلا بكم وأيضا بحضراتكم مشاهدينا الأحبة. ونبلش وياكم حلقتنا، واليوم راح نبلش منين؟ من الكوفة ولا من الكفيل؟ نبلش من الكوفة. شلونكم شبابنا؟ الحمد لله. علي الأمور تمام وطيبة عندك إن شاء الله ومستعد؟ إن شاء الله إن شاء الله، التوفيق من الله وأخوة إحنا بيناتنا، إحنا وجامعة الكفيل ولد مدينة واحدة وما بيناتنا فرق اللي يفوز بينا، وإن شاء الله اثنيننا متأهلين. الولد لا حد ما طلعنا من الباب يسلمونا علينا ويدعونا، وما بيناتنا أي شيء، معلومات حلوة وثقافية استفادنا من عدا، إن شاء الله ماكو شيء صعب، المعلومة إن كانت صعبة تعلمنا من عدا. قيمة السؤال هنا 10 نقاط، راح نبلش وياك ونروح للسؤال الأول مباشرة. عندكم فوز سابق، حاولوا تحافظون على هذا الفوز وتروحون للمستوى الأول. سؤالك يقول: من الأحياء القديمة لقضاء المناذرة، هل هو حي البراق أو البراق، أم هو الخورنق، أم هو الحيرة؟ أمشي ويا الحيرة. عندك 30 ثانية تقدر تستثمر وقتك حتى تنطينا الإجابة النهائية يا علي. لا متأكد من الحيرة. إذا نعتمد الإجابة الثالثة يا كنترول ونروح إلى الحيرة، هل هي الإجابة صح أم خطأ؟ للأسف الإجابة خاطئة يا علي، وبداية غير موفقة للأسف، ولكن نتمنى التعويض وعلينا بالخواتيم. بالنتائج النهائية شلون راح تكون؟ حاولوا تعدلون النتيجة. يلا نرجع وياك يا محمد وجامعة الكفيل. بالمباراة السابقة 270، لا اكو اعلى من عندنا. الكوفة 280، احنا فايزين بكل الحالات، بس انا فرحان بتواجدي وياكم. نروح الى السؤال الاول مع حضرتك، والسؤال يقول: يعد خان الرحبة احد المعالم الاثرية في محافظة النجف الاشرف، فاين يقع؟ في طريق الحج البري، ام في الطريق المؤدي الى كربلاء المقدسة، ام في الطريق المؤدي الى محافظة بابل؟ اين يقع هذا الخان؟ في أي هذه الطرقات؟ 30 ثانية يا محمد، ممكن تحصل بيها 10 نقاط وتفتتح الجولة الأولى ب10 نقاط حلوة. نختار الجواب الأول. نختار الجواب الأول اللي هو في طريق الحج البري. يا شباب الكنترول يقول الإجابة صحيحة، عفي عليك، و10 نقاط نفتتح بيها حلقتنا وجولتنا الأولى مع محمد. عاشت الأيادي، ونتمنى نكمل على هذا المستوى. حسين، طبعا هو الموضوع موضوع سعي، يعني ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو على ضوء السعي تتقدر النتائج إن شاء الله. الأسئلة اللي جتنا كلها صعبة، بس الحمد لله قدرنا نتفوق وقدرنا نجيب فوز. اليوم إن شاء الله راح نبذل قصار جهدنا، وإحنا سعينا حريصين على الفوز إن شاء الله. لا إحنا طموحنا إن شاء الله أعلى من هذا، طموحنا عالي ناخذ المركز الأول إن شاء الله. عندنا خسارة، نريد نجيب 10 نقاط. سؤالك يقول: من هو السلطان العثماني الذي سد منافذ بحر النجف في عام 1887 وتسبب في جفافه؟ هل هو مدحت باشا، سليمان القانوني، عبد الحميد الثاني؟ من من هؤلاء الذي قام بهذا الفعل؟ 30 ثانية ركز بيها وانطينا الإجابة الصحيحة، وخلي رصيدكم 10 وخلي نتعادل ويا الكفيل. ركز يا حسين، العداد نبلش وياك ومتبقي وياك 10 ثواني. مدحت باشا طبعا سوى اصلاحات، هو سوى اصلاحات ازدهر البلاد في وقته، فما بين الاثنين نختار سليمان القانوني. سليمان القانوني، كنترول نروح الى سليمان القانوني، وحسين يحلل الاجابات ويقول الاختيار الصح هو سليمان القانوني. تتفق يا كنترول؟ يقول الإجابة خاطئة يا حسين للأسف. عبد الحميد الإجابة الصح هي عبد الحميد الثاني. كنت شاك بواحد من عندهم. نعم. كنت قريب من الإجابة، ولكن نعم.
للأسف الحظ ما حالفنا في أن نصل الإجابة الصحيحة معاك هذه المرة أيضا. خلونا مركزين، خلينا نستعد يا ليث، نروح المنتظر. شو لك يا منتظر؟ الحمد لله مستعد إن شاء الله. راح نسوي المهم نستفاد أكبر فائدة سواء فزنا أو خسرنا أو تعادلنا بالجولة الأولى 270. هاي بركات الكفيل، شنو بعد 300 أكثر أقل، هاي يمن. وإحنا أولاد النجف، هم أولاد النجف. والله أنا قلت لهم إحنا نتمنى اثنينات نتأهل، والمراكز الأول والثاني إن شاء الله نجف كفيل، كفيل نجف إن شاء الله. نروح للسؤال الخاص بحضرتك، والسؤال يقول: مدرسة إسلامية علمية تعد من أقدم المدارس في النجف الأشرف، وتقع في المنطقة الشمالية الشرقية من مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، في محلة المشراق مقابل مسجد الصاغة، هل هي مدرسة المقداد السيوري أم مدرسة الصدر أم المدرسة الغروية؟ حاول تركز، كل 30 ثانية تعصرها عصر وتنطينا الإجابة. هو محتار بين الخيار الأول والأخير. الله لا يحيرك، ولكن أتوقع الخيار الأول. تتوقع الخيار الأول؟ كنترول، هو يتوقع ويثبت عنه. نروح للاختيار الأول، مدرسة المقداد السيوري، هل هي إجابة صح؟ عفي عليك، هو 10 نقاط إضافية، 20 نقطة مقابل لا شيء يا ليث. لا مصرين إن شاء الله. الأسئلة زينة يعني صراحة، كنت مرتبك أنا بالبداية بالجولة الأولى إلنا، لكن بعد ذلك صراحة شوية اطمأنيت حاليا، يعني أسئلة زينة الحمد لله، بس جامعة الكفيل لا يستهان بهم، وهم هم كذلك أخذوا المركز الثاني حسب علمنا العام الماضي بالمسابقة الماضية، فهذا يدفعنا أنه شوية نحذر، وكذلك متحمسين لمواجهة هيك فريق قوي يعني. فعلا كنت أنا متأكد من إجاباتي صراحة، لأن أنا عندي شوية اطلاع. تعدل لنا الكفة وكمل حلو ولو شلون؟ إن شاء الله بعد. إن شاء الله كلك ثقة. نروح إلى سؤالك كنترول، جامعة الكوفة، سؤالكم الثالث يقول: تعد المكتبة الحيدرية أشهر مكتبة في الكوفة، النجف الأشرف أو المناذرة؟ النجف الأشرف إن شاء الله. النجف الأشرف ككل؟ أي متأكد. كنترول، الجماعة ما عدهم ولا نقطة هالمرة، بل كتكون الإجابة صحيحة، النجف الأشرف صح ولا خطأ؟ إجابة صح، عفي عليك يا ليث، وعشر نقاط حلوة نفتتح بيها وياكم رصيدكم الحالي اللي هو 10 فقط، عفي عليك يا ليث، وهنا 20 الفارق 10. إن شاء الله هنا أقوى، راح نفاجئهم إن شاء الله، تصير نار الحلقة. والله أسئلة حلوة يعني، هي تراثية وتراثنا هذا تحاكي الواقع يعني، شهادتي فيها مجروحة أنا، لذلك جاي يعني هي حلو الحماس حلو، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. سؤال محمد يقول: مسجد كان يقع فيه بيت نبي الله إدريس عليه السلام، فما هو؟ مسجد الكوفة، مسجد السهلة، أم مسجد الخضراء؟ أين يقع بيت نبي الله إدريس عليه السلام؟ محمد تحذو حذو جماعتك وتجيب لنا 10، لو لا يلا ننتظر 30 ثانية لا غير، باقي من عندها 10، وريك من عندك 10. اختار الخيار الثالث ان شاء الله. تختار الخيار الثاني؟ ثالث. مسجد الخضراء. كنترول، مسجد الخضراء اجابة صح ولا خطأ؟ الاجابة خطأ يا محمد للأسف، الاجابة الصح في مسجد السهلة. ماكو مشكلة إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله نعوض على الأسئلة القادمة والجولات القادمة إن شاء الله. السؤال الجماعي لكم يا شباب، إذا صارت 10-20 صرعتكم فرصة بالتعادل بهذه الجولة. السؤال يقول: قام أهالي النجف الأشرف بثورة ضد الإنجليز، شو وقت هاي الثورة سووها؟ سنة 1918 لو سنة 1916 لو سنة 1921؟ تذكروننا
شو وقت صارت هذه الثورة؟ نعم. واللي مشارك بها هم يا ريت يحكي لنا عليها. هلا وطاب القوة اليوم. حسين طاب القوة على الجماعة. عندك إجابة؟ إيه. خيار. يلا ثبت لنا على إجابة. الخيار الأول 1918. نعم. متأكدين؟ بناء على التشاور. متفقين. قبل ثورة العشرين يعني هي قام أهالي النجف بثورة. قبل العشرين ممكن 16. نتوقع على الأغلب اللي 1918 على الأغلب وحسب التشاور وقبل ثورة العشرين 1918 يو كنترول صح ولا خطأ؟ إجابة صح. عفي عليكم. توقعكم في محل العشرة صارت 20. إذن 20 بـ20 وعدهم بعد سؤال. 20 بـ20 وعدهم بعد سؤال. ممكن نطلع تعادل ممكن يصيرون 30 وبكل الأحوال الفارق قليل. يلا يا شباب سؤالكم الثالث أو الجماعي يقول المعنى اللغوي للغري هل هو حسن الوجه أم الحائر أم الروضة؟ شنو معنى الغري؟ هل هو حسن الوجه أم الحائر أم الروضة؟ شنو رأيك؟ الحائر أو الروضة؟ الحائر أو الروضة؟ في أرض الغري ظل أتوقع أنا ملحق. نعم يلا يا شباب الروضي 10 ثواني بس إن شاء الله نختار الخيار الأخير الروضة. الروضة متفقين على الاختيار؟ إن شاء الله إن شاء الله. كنترول الروضة إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ يصيرون 30 وللأسف الإجابة خاطئة. الإجابة الصح هي حسن الوجه. حلو ما علينا ومنضوج 20 بـ20 تعادل نختم به جولتنا الأولى ونروح وياكم مشاهدينا للجولة الثانية وإحنا بأتم الاستعداد حتى ننافس ونفوز. خليكم ويانا وتوقعوا من اللي راح يفوز. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ونكمل وياكم حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث والمباراة القائمة ما بين جامعة الكفيل وجامعة الكوفة. خلصنا الجولة الأولى وحصاد كل فريق 20 نقطة بس. قيمة السؤال الواحد في هذه الجولة 30 نقطة وعدنا 4 أسئلة لكل فريق. راح نبلش هالمرة ويا الكفيل. شلونكم يا شباب؟ الحمد لله. يلا يا محمد نبلش وياك ونروح وين؟ للسؤال الأول. خلونا مركزين والسؤال يقول من القائل يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا فقال له قم يا علي فإني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. هل كعب بن زهير أم حسان بن ثابت أم قيس بن سعد؟ من قال هذه الأبيات يا محمد؟ إن شاء الله الخيار الثاني ثبته. الخيار الثاني حسان بن ثابت. أنت رجال طب أسنان واختصاصك مو منا. لا من القصائد المعروفة. من القصائد المعروفة جدا لحسان بن ثابت شاعر الرسول. حلو يعني نثبت. نثبت 30 نقطة إن شاء الله. إن شاء الله. كنترول نروح إلى الاختيار الثاني حسان بن ثابت. إجابة صح ولا خطأ؟ إجابة صح. عفي عليك يا محمد. حلو أن تكون ثقافتنا شاملة. صح إحنا أطباء بس لنا علاقة بالأدب مو معناته ما لنا علاقة. حلو الثقافة العامة أمر مهم جدا. علاو شونك؟ الحمد لله. نرجع سؤالك وسؤالك هالمرة يا علي يقول من هو مؤلف كتاب المحيط باللغة؟ هل هو الصاحب بن عباد أم ابن فارس أم الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ من هؤلاء هو من ألف كتاب المحيط باللغة؟ عندي شك بالخيارين الأولين الصاحب بن عباد وابن فارس. 30 ثانية تنهينا هذا الشك والصراع اللي بداخلك وتقول إجابتي هي فلان. يلا إن شاء الله يمشي ويا الصاحب بن عباد. بن عباد الصاحب بن عباد الاختيار الأول. نعم. كنترول علي يقول الإجابة الأولى هي الصاحب بن عباد. نتفق أو لا نتفق؟ نتفق. إجابة صح. عفية عليك. 20 صارت 50 وبعدنا بأجواء التعادل.
الأجواء حلوة يا شباب، خلونا محافظين على هذا المستوى يا شباب. منتظر يا منتظر، مستعد؟ إن شاء الله. نروح لسؤالك. سؤالك يقول: مؤسس مدرسة الجوهرجي في النجف الأشرف هو محمد حسن النجفي أم محمد صالح الجوهرجي أم مرتضى الجوهرجي؟ من هؤلاء أسس هذه المدرسة؟ بداية مو محمد حسن النجفي. ها، هاي عندك يعني معلومة قطعية خلص؟ إن شاء الله. زين، أتوقع إما محمد صالح الجوهرجي أو مرتضى الجوهرجي، وأشك من محمد صالح الجوهرجي وأختاره. حلو، مرتب شغله، استبعد واحد وشك بواحد واختار واحد. قبل كنترول، نبقى على هذا المستوى ونروح ويا منتظر لمحمد صالح الجوهرجي. وإجابة صح، عفي عليك. الخمسين حطينا لها 30 صارت 80. حلو، 80 نقطة والأمر يمك يا حسين. خلينا نتعادل. السؤال يقول: مؤسس المدرسة الطاهرية الدينية في النجف الأشرف هو السيد محمد الشيرازي، السيد عبد الله شبر، السيد عبد الله الشيرازي. من هؤلاء؟ عندكم 50، سووها 80 وخلونا نكمل متعادلين. يلا 30 ثانية حسين. المدرسة الطاهرية، ركز وانطيني الإجابة، باقي وياك 10 ثواني. 1 لو 2 لو 3. اختار الخيار الثالث، السيد عبد الله الشيرازي. الخيار الثالث السيد عبد الله الشيرازي. كنترول، نكمل متعادلين وحلوين. يقول الكنترول نكمل لو ما نكمل؟ كنترول نكمل. حلو، 80 إجابة صحيحة، 80 نقطة ب 80 نقطة. الأمور تمام يا شباب، وخلونا نكمل. حلو محمد، نروح لسؤالك، وسؤالك هالمرة يقول: مكتبة أسسها العلامة السيد محمد علي الحلو تقع في النجف الأشرف، وهي غنية بالكتب المطبوعة والمخطوطات، فهل هي مكتبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم مكتبة الإمام الكاظم عليه السلام، أم مكتبة الإمام الصادق عليه السلام؟ ما عنوان أو اسم هذه المكتبة؟ وهي مكتبة غنية بالكتب والمخطوطات المطبوعة. 30 ثانية يا محمد، خليك مثل جماعتك وجيب لنا نقاط إضافية، وخلي نكمل بأجواء تصاعدية، بأجواء تنافسية عالية بين الفريقين. خلص وقتنا يا محمد، يلا أروح للخيار الثالث، مكتبة الإمام الصادق. مكتبة الإمام الصادق يا كنترول، إجابة صح، عفية عليك يا محمد. حلو حلو حلو، 110 حلوين، عبرنا 100، نكمل. حلو، ونروح الليث. شلونك يا ليث؟ الحمد لله. انت علوم حاسبات، علاقتك ويا الكنترول مفروض تكون قوية، شن راح تكون ويا الإجابة؟ الله أعلم. سؤالك يقول: مكتبة لأحد أعلام آل بحر العلوم طبع فهرسها في مؤسسة تراث الشيعة، وهو أول فهرس مخطوط يطبع لمكتبات الأسرة الخاصة، فهل صاحب المكتبة هو السيد حسين بحر العلوم، أم الشهيد السيد عز الدين بحر العلوم، أم السيد محمد صادق آل بحر العلوم؟ من هؤلاء؟ السيد حسين بحر العلوم. ليش هالثقة؟ يعني تأكد يعني لو شنو؟ إن شاء الله السيد حسين بحر العلوم. السيد حسين بحر العلوم يا كنترول، يقول نثبت، خلاص ما نحتاج الوقت. ليث يقول الإجابة الأولى، والإجابة صح، عفي عليك يا ليث. حلو، 110 قابلها 110. يا سلام يا سلام، نروح إلى السؤال العام. حلو، التكافؤ والسيطرة والوصول إلى الجوائز التي رصدها البرنامج مغرية، 5 و3 و2. حلو، سؤالكم يقول: حدد أصعب نوع من أنواع الخطوط التالية. أصعب نوع، هل هو الثلث أم النس تعليق أم الكوفي؟ عشان نستعلم الجديد.
الثلث نستعليق الكوفي. حددنا إجابة. يهم الأصعب يا منتظر. الثلث إن شاء الله. الثلث ثبت إن شاء الله. ثبت كنترول. يقولون الثلث. نثبت على هذه الإجابة وهي الإجابة الصحيحة. تتفق أم لا؟ كنترول إجابة صح. عفي عليكم يا شباب، والله حلو هذه الجولة حلوة. عفي عليك يا منتظر، عفي عليكم يا شباب. صرنا 140 نقطة. حلو، نرجع للشباب هنا. هالمرة مهمتكم جماعية وسؤالكم يقول: من هو الخطاط الذي لقب برئيس الخطاطين في العهد العثماني؟ إسماعيل زهدي أم أحمد الكامل أم حامد الآمدي؟ الخيار الثاني متأكدين من عند أحمد الكامل إن شاء الله. الإجابة صحيحة. الخيار الثاني أحمد الكامل ومتأكدين منه. ويا شباب كنترول نثبت على الخيار الثاني، والشباب كأنهم عجبوا المعلومة خلاص واثقين منها. إجابة صح. عفي عليكم. والمية وعشرة صارت 140. أجواء التعادل طاغية على الحلقة اليوم وعلى المنافسة ما بين الفريقين، وهذا الشيء اللي يسعدنا وهذا الشيء اللي يفرحنا. الروح بهذه الأجواء وبهذه الروحية وبهذه النقاط، 140 لكل الفريقين إلى الجولة الثالثة والأخيرة. خليكم ويانا مشاهدين الأحبة، نروح فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ونكمل وياكم حلقتنا. خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير والأخير في حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. اليوم الحلقة قوية والمنافسة عالية بين الفريقين. جامعة الكوفة منا عندهم 140، وجامعة الكفيل منا عندهم 140، وهذا يقول اليوم نفوز وهذا يقول اليوم نفوز. انتوا شو تقولون؟ حالي حالكم، ننتظر ونشوف الأسئلة القادمة شلون راح تكون مصير إجاباتها. على هذا الأساس عندنا 200 نقطة راح ياخذوها كلها لو لا، إيش قد ما راح ياخذون راح يكون في رصيدهم، وبالتالي اللي يفوز راح يكون هو الأول على مجموعته، واللي يخسر راح يكون هو الثاني على مجموعته. بالحالتين هم فايزين، لكن الفوز بالمرتبة الأولى إلى طعم آخر. نبدأ وياك يا علي، ونبدأ ويا جامعة الكوفة. سؤالك الأول في هذه الجولة الثالثة اللي قيمتها 50 نقطة يقول: إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن الصبت لقب بإبراهيم الغمر لإغماره الناس بالجود والكرم، وقيل القمر أيضا لشدة جماله. يقع مرقده في النجف الأشرف، لو الديوانية لو الحلة، أين يقع مرقده؟ النجف الأشرف أم الديوانية أم الحلة؟ الديوانية ما أتوقع، لأن أنا من سكان الديوانية بس ما أتوقع. حلو، أنت من سكان الديوانية استبعدتها. إيه زين. أكثر شيء أروح على الحلة. أكثر شيء أروح على الحلة. نعم. ثبت، عندك وقت. نعم الحلة إن شاء الله. إذن علي يقول أثبت على الإجابة الثالثة اللي هي الحلة، ويعتقد أنه موجود بها هذا المرقد، وللأسف الإجابة خاطئة يا علي. هنا قيمة السؤال 50 والخطأ يكلفنا واي. نروح لمحمد والجامعة الكفيل. سؤالكم يقول: مسجد ومرقد شيخ الطائفة الطوسي يقع في مدينة قم المقدسة، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة. إن شاء الله جواب الثاني النجف الأشرف. ركز يا محمد. أنا من مدينة النجف، وهو يعني معلم مشهور. زين. موجود بقبر الشيخ الطوسي، والآن يدرسون بدراسات حوزوية. حلوين. ثبت الخيار معلومة. الثاني. الاختيار الثاني النجف الأشرف. كنترول. الشباب يقولون بالنجف الأشرف، وإحنا واثقين ورايحين وندري بالمكان وشايفين. إجابة صح ولا خطأ؟ أكيد إحنا وياكم نقولهم الإجابة صح. عفي عليك يا محمد، وصرنا 190 نقطة. 190 نقطة حلوات تستاهلوهم. حسين مسؤوليتك صارت أصعب، وممكن يصيرون 190 ويضيفون
50 نقطة رصيدكم. شكرا. سؤالك يقول: من أعلام القرن الرابع عشر قرأ كتاب الاحتجاج للطبرسي وعلق عليه بعض التعليقات التي تدل على فضله وعلمه، هل هو الشيخ محمود النجفي أم السيد محمد بن أحمد الأردبيلي أم ميرزا محمود البروجردي؟ من من هؤلاء؟ 30 ثانية فقط. ركز وانطيني الإجابة، مسؤوليتك صعبة، ضيف لنا 50 نقطة على رصيدكم يا حسين. جواب، خلص الوقت. نروح للاختيار الأول، الشيخ محمود النجفي. الشيخ محمود النجفي، كنترول، نثبت على الإجابة الأولى ونقول الشيخ محمود النجفي. إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خطأ يا حسين للأسف. كنا نتمنى تعدل يعني مستوى الفارق إلى حد ما وتقول السيد محمد بن أحمد الأردبيلي. خلونا حلوين، إحنا فايزين وإن شاء الله إذا مو بالمستوى الأول بالمستوى الثاني، بس غايتنا حلوة إنه نوصل معلومة صحيحة وجديدة للمشاهد ولأنفسنا أيضا. منتظر شلونك؟ إن شاء الله زين. إن شاء الله زين. بحول. حلو. سؤالك يقول: من أعلام القرن السابع الهجري ويبدو من بعض كتاباته إنه كان عالماً جليلاً ذا اطلاع واسع في الكلام وسائر العلوم الإسلامية، وله أيضاً رسالة الإمامة ألفها سنة 649 للهجرة، هل هو السيد أبو العلا أو العلاء محمد الحسيني أم السيد أبو الفضل محمد العلوي الحسيني أم السيد عميد الدين أبو الفوارس؟ من من هؤلاء هو الإجابة الصحيحة على السؤال يا منتظر؟ 30 ثانية كفيلة بأن تعطينا إجابة، وأما الإجابة جايبة وياها 50 نقطة أو الإجابة ما أخذ من عندنا 50 نقطة. الخيار الأول. الاختيار الأول وغير متمكن. أبو العلاء محمد الحسيني، كنترول، إجابة صح ولا خطأ؟ منتظر مثبت عليها ويقول خلي نكمل ونضيف نقاط إلى رصيدنا، وللأسف الإجابة خاطئة يا منتظر. الإجابة الصح هو السيد أبو الفضل. كنا نتمنى تكون إجابتك صح ولكن لا بأس، فوز وخسارة اثنين ممكن. ليث، يلا يا ليث، حلوة ابتسامتك وحلو استعدادك، ونروح للسؤال. خط من خطوط المصاحف في الصدر الأول من الإسلام، هل هو المذهب أم المدني أم النسخ؟ إن شاء الله المدني. الخط المدني، ثبت يا ليث. إن شاء الله نثبت إذن على الخط المدني يا كنترول، إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة ويعدلون فارق النقاط. كنترول، إجابة صح ولا خطأ الاختيار الثاني؟ الإجابة صح، عفية عليك يا ليث، ونضيف 50 نقطة ونصير 190. كنترول، الحد الآن متعادلين، محمد إيش راح يسوي بالموضوع؟ يلا يا محمد، تبقينا متعادلين لو لا؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله الخير. إن شاء الله الخير. حلو، والخير ممكن يكون إلكم إن شاء الله وممكن يكون إلهم، وإجابتك دبلوماسية وحلوة. نروح للسؤال. السؤال يقول: فن من فنون التجليد، من فنون التجليد يسمى المدهون أو المدمك أو المدوس. المدوس أو المدوس أو أيضا المدمك أو المدهون، أي من هذه الفنون في فنون التجليد؟ أشك بالخيار الأول والثاني. زين. إيه. والشك نتيجته شنو بعدين؟ أريد إجابة. أروح الخيار الأول. الخيار الأول. يلا نروح للمدهون. هل هو فن من فنون التجليد يا كنترول؟ والإجابة صح وعفي عليك، وهاي الضحكة قيمتها شقد؟
50 متى هواي؟ لا 50 سهلة. 240 نقاط حلوة من رصيد جامعة الكفيل. هسه يا شبابنا السؤال العام، إذا جاوبناه شوي ممكن نقترب من التعادل، وإذا ما جاوبنا لا خلص فرصتنا تنتهي. سؤالكم يقول يا شباب، مخطوط في تفسير القرآن للمحقق الداماد الاسترابادي المتوفى سنة 1041 للهجرة، يطلق عليه هذا المخطوط، يطلق عليه سدرة المنتهى، سدرة المنتهى في مراتب العرفاء، أم سدرة المنتهى والعطية العظمى؟ 30 ثانية، وهي الأصعب في تاريخ مشاركتكم في هذه المسابقة. لو أول لو ثاني، في تفسير القرآن لو نصير متعادلين وننتظر إجابتهم، نطلق عليها لو نبقى على 190 ونقولهم مبروك، ناقشوا وحافظوا على الوقت بنفس الوقت. يلا 5 ثواني حلوات أريد أسمع بيها إجابة شباب. إجابة، الإجابة نختار الإجابة الثالثة، سدرة المنتهى والعطية العظمى. سدرة المنتهى والعطية العظمى. كنترول قل لي تعادلوا. كنترول قل لي حمرة لو خضرة، لأن إذا خضرة ممكن يتعادلون، لكن للأسف حمرة يا شباب، والأحمر عندنا مشكلة ويا إحنا لما يكون صح وخطأ. للأسف الإجابة خاطئ، 190 رصيد حلو تواجهون به المستوى الأول من المجموعة القادمة. إذن المجموعة الأولى والمركز الأول يا شباب جامعة الكفيل، عندكم 240، تبقى هي لو نضيف لها 50. إن شاء الله نضيف لها، إن شاء الله نضيف لها 50. سؤالكم يقول يا شباب، كشكول في مجلدين للسيد عبد الله بن أبي القاسم الموسوي البلادي المتوفى سنة 1372 للهجرة، طبع أولهما سنة 1333 للهجرة، ما اسم هذا الكشكول؟ السحاب اللائلي في المطالب العوالي، أم السحابة الروية والنفحة المحمدية، أم السحاب المطير في تفسير آية التطهير؟ سؤال أخير، احتاج دقة، أنتوا فايزين صح، طالعين بالمركز الأول صح، 240 حلوة، ولما تكون 290 تصير أحلى، فركزوا لي وانطوني الإجابة ويا رب تكون إجابة صحيحة. يلا يا شباب، محمد يقولهم تعلموا شباب. الفريق يرجح كيو، الفريق يرجح الخيار الثاني، الفريق يرجح ومحمد يوجه ومحمد يجاوب، والخيار الثاني السحاب الروية والنفحة المحمدية. إجابة صح يا كنترول أو لا؟ الشباب هم فايزين، للأسف الإجابة خاطئة، 240 حلوات. الإجابة الصح هي الإجابة الأولى يا شباب، بس ردنا النقاط احنا، هذا هو واقع الحال. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، مبارك لكم، 240 نقطة حلوات تستاهلوهن، جبتوهن بتعب واجتهاد، وكذلك الحال بالنسبة لكم يا شباب، حاولتوا توصلون للمعلومة، حاولتوا توصلون لأكبر قدر ممكن من الإجابات الصحيحة، لكن هذا هو حال البرنامج، برنامج المسابقات، عندنا فائز وعندنا خسران بكل الأحوال. إذن ننتهي بهذا القدر مع رصيد نقاطنا، وإن شاء الله نلتقي بجولات قادمة. مشاهدين الأحبة، أنتوا محور مهم وأساسي في هذه المسابقة، ولكم جزء من الأسئلة وسؤال مخصص لحضراتكم في كل حلقة من حلقات البرنامج، تقدرون تجاوبون على السؤال من خلال إرسال رسالة من خلال برنامج الواتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وتجاوبون على السؤال وتفوزون إن شاء الله بالجوائز القيمة التي تقدم لحضراتكم، أما زيارة بيت الله الحرام أو زيارة الإمام علي بن موسى الرضا أو زيارة السيدة زينب عليها السلام، 3 جوائز بانتظاركم، مجرد تزور رسالة لتطلع الإجابة صحيحة وتنافسون على الجوائز 3. سؤالكم في هذه الحلقة يقول،
من الكتب المهمة في تاريخ كربلاء كتاب مدينة الحسين عليه السلام، وهو عبارة عن موسوعة تاريخية مهمة في تاريخ كربلاء المقدسة. من ألف هذا الكتاب أو من هو مؤلف هذا الكتاب؟ كل ما عليكم معرفة اسم المؤلف وإرسال الإجابة برسالة نصية على الرقم الظاهر أسفل الشاشة من خلال تطبيق الواتساب. ونتمنى لكم يا رب التوفيق، وإن شاء الله تفوزون بالجوائز القيمة. شكرا لكم شبابنا فريق جامعة الكوفة، شكرا لعلي وحسين وليث، كذلك شكرا يا شبابنا في جامعة الكفيل محمد ومنتظر ومحمد. نتمنى التوفيق لكم جميعا، وإلى هنا أيها الأحبة نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا، مباراتنا الحقيقة العالية بهمتها وتنافسها الكبير، على أمل أن نلتقي وياكم في جولة جديدة وحلقة جديدة في برنامج معارف التراث. نقولكم مع السلامة ونشوفكم على خير.